بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وليكم بهذه الحكاية جيت. حكاية اليوم هي حكاية محمد بوهم. كان يا مكان واحد الرجل اسمه محمد، مات والديه وما ورث منهم غير عصا. كان فقير وديما مهموم، كره من المعيشة اللي عايشها. في واحد النهار قرر يهجر البلاد، بالك يتقد زهرو وتسقاد الوليام. لما قشو ودار روينه هزها معاه، وهز عصا باباه وامه، ومشى في طريقه بلا ما يخبر اهله وحبابه. مشى محمد بلاد يخليها وبلاد يعمرها، حتى وصل الواحد الراعي راعى بغنمو قعد حداه وريح. قال له الراعي، من وجهك باين جيت من بلاد بعيدة ما هي قريبة. قال له محمد، نعم يا سيدي، هجرت من بلادي نحوس على كاش خدمة. قال له الراعي، واش رايك تخدم عندي؟ ترعى لي الغنم وماكلتك ورقادك عليا. قبل محمد يخدم عنده، ومشات ليام على حالها، لا جديد ولا قديم في حياته. حتى في واحد النهار كان يسرح بغنماته، جاته معزة وتخلطت مع الغنم نتاعو، راح ليها وضربها بعصاه، وهنا تحولت المعزة لغولة وهجمت عليه. ضرب محمد عصاه في الأرض وقال، علي يا عصا ما وبويا علي. وفي الحين ولت العصا شجرة وهو قاعد فوقها. الغولة أكلت كامل الغنم وبقات تستنى في محمد، وكان كامل اللي يفوت من تم تقضي عليه. فاتت أيام وجات أيام، ومحمد رجع جلد على العظم، والغولة حلفت فيه غير هو اللي تاكله طول ولا قصر. والناس هجروا من هذيك البلاد على خاطر الغولة، ولات كل يوم تاكل واحد منهم، واحد ما بقى يدور من جهتها. نهار من النهارات فاتوا جماعة مسافرين، شافوا محمد من بعيد وقال لهم، يا طيور اللي عاقبين، قولوا لمالي راهي حرزتني الغولة في البلاصة الفلانية، ولو كان ما قلتو لهمش عشاكم رايح واللي كامل دم. الجماعة ما داروش على هدرتو وراحوا كملوا طريقهم. غير طح الليل حطوا يتعشوا، وهنا رجع عشام كامل دم. تكلم واحد فيهم وقال، هادي وصاية الرجل، نوضوا يا جماعة على باب ربي نحوسوا لماليه. مشاو الجماعة وبدأوا يحوسوا على سمو وماليه، حتى وصلوا لهم. غير وصلوا قالوا لهم، اجريوا لبنكم، يا تلحقوا يا ما تلحقوش، راك في الشجرة الفلانية حرسته ولا جنية في بلاد منسية. لموا ماليه الرحال ومشاو. وقبل ما يمشيوا طلبوا من المدبر يدبر عليهم. قال لهم المدبر، غير توصلوا ما تقربوش من الشجرة، استناوا الغولة حتى ترقد وعمروا الشكارة بالتبن، عودوا محمد وحطوها في بلاستو، هكذا تحسبوا مازال في الشجرة وما تلحقكمش. مشات القافلة وداروا بوصية المدبر، عودوا محمد من الشجرة وحطوا في بلاستو شكارة التبن، امشوا بيه حتى وصلوا لبلادهم. بصح محمد كان في حالة وحوال، الجد ملايم العظم، ما ينود ما يتكلم، بقاو ماليه يداوي فيه ويوكلوا فيه حتى اللي وقف على رجليه. الغولة ما زالت تتعس في ديك الشكارة تاع التبن، حتى في واحد النهار جات ريح قوية طيحتها، وغير طاحت غرست فيها نيبانها حتى ترجكوا في الأرض. أبقت الغولة كل عام تسلك فيه ناب حتى سلكتهم كامل، ومشات تحوس على محمد باش تنتقم منه. مشات الغولة من البلاد للبلاد حتى اللي وصلت، وقبل ما تدخل ديك البلاد سخطت روحها في صور تمرة، واش من زين واش من حطة. وغير دخلت قالت لهم، شكون اللي نتعافر انا وياه، واللي يغلبني هو اللي نتزوج بيه. تلموا كامل شبان القبيلة، اللي تتعافر معاه طيحوا في الأرض. أبقى غير محمد، قالت له، أنت ما تجيش؟ قالوا لها،
هذاك ما عنده ما يتعافر، هذا وين وقف على رجليه؟ كانت حارسته الغولة في البلاد المنسية. هنا عرفت الغولة باللي هو محمد. قالت لهم ما تنجموش تعرفوا العود اللي تحقروا يعميك. قدم محمد وغير لمسها طاحت. قالت له كي غلبتني أما لي انت هو مكتوبي. تزوج محمد مع الغولة وداروا لهم عرس كبير. عاش معها محمد وكان كاسب شوية غنم مربيهم. مشاو ليام وجاو ليام وزدت عندهم طفلة صغيرة. بصح محمد ما كانش متهني، عندما يتفقد الغنم نتاعو كل مرة يسيب ناقص خروف. أبقى حاكمها في قلبه حتى في نهار من النهارات قرر يعسهم ويكشف سرهم. طاح الليل، ألبس محمد جلد خروف وتخبى وسط الخرفان حتى جاته غير بالعقل وترشق فيه سنها. قال لها الله يعميك هذا غير انت؟ قالت له ما كان والو، راني غير طيحت عليك المشط. بصح ما بغاش يبين لها على خاطر على باله باللي ما يقدر لهاش، والمرة هذه قادر تدير له اكثر من المرة الاولى. أبقى محمد يخمم ويدير في الحسابات. أيام وأيام هو يحوس على حيلة باش يتهنى فيها من الغولة. حتى في نهار من النهارات قرر يهجر البلاد. راح لعند مرتو قال لها وجدي القش، رانا راحلين من هذه البلاد، ملي دخلت لها ما لقيت فيها خير. هزوا كل شيء ورحلوا، قعدوا غير يتمشاو حتى وصلوا لواد كبير. غفلها محمد ورمها في الواد. وقبل ما تموت قالت له يا محمد يقعد مني غير عظم واحد يكسرك ولا يعميك. كمل محمد يمشي وهو هز بنته على ظهره. تكلمت بنته وقالت له غز غز وديناتك يا بابا يصلحوا غير للغز. وراحت عضاته من ودنيه. عرفها محمد من اللي غوله كيما امها. حكمها وضربها على الأرض تقتلها. ومشى هجر البلاد سنين وسنين هو بعيد عن بلاده، حتى جات في باله وتفكر ماليه وقرر يزورهم. حكم الطريق ومشى حتى وصل للبلاصة اللي قتل فيها بنته. ايه وقال هذه هي البلاصة اللي قتلت فيها بنتي. زاد مشى ولقى البلاصة اللي قتل فيها مرته وقال إيه هذه هي البلاصة اللي قتلت فيها مرتي. وغير كمل طرأ عليها عظم مهمل عينيه. وهكذا عاش محمد طول حياته هو عزين ومهموم، ولا هذه سماوه محمد.